جيت ما بخاف الله، اعوذ بالله، اني اخاف الله رب العالمين، ومن جهه ما عندي كبير الا الجمل، فكلامه صحيح، لانه حتى الجمل بعيني صغير، صغير كثير. فكرك الجمل كبير يعني؟ حشات الذكر مالي شايف حدا قدامي، لا جمل ولا فيل ولا ديناصور، عجبك هيك؟ الكبير لازم يكون كبير بكل شيء، بعقله، بمقامه، بتصرفاته، مو هيك يا اخونا؟ يسعد مساكن يا أهل سوريا الكرام، مقيمين أو مسافرين، مهاجرين أو مغتربين. يسعد مساك يا شامي الحبيبة، يا مسقط رأسي، يا مرتع طفولتي، يا دفء الذكريات. أول كل شيء، كل عام وأنتم بخير بحلول الشهر الكريم الفضيل. الله يعيده على الجميع، والأماني المرتقبة محققة، والوطن بخير، والغم الزاحف بعون الله. شكرا على تعليقاتكم الرائعة على أعمالي، واللي بتخليني أشعر أني قريب منكم وعايش معكم وعايشين معي، وهذا شرف كبير إلي. طبعا كل تعليقاتكم برائعة، سطر سطر، وبتابع مشاركاتكم وبرفع راسي بالعالي، أنه محبيني ومعجبين برامجي كتار ومن كل الأعمار. وبحب خبركم انه انا مالي غير صفحة وحيدة رسمية على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وفتحت قناة جديدة بتخصني على اليوتيوب، ورح احط لكم الرابط تبعها حتى يدوم تواصلنا وتشوفوا الجديد من انتاجي يلي هو هلا قيد التنفيذ باذن الله. مع كل الود والشوق والحب.